قام وفدان عسكريا روسيا مهما جدا بزيارة سرية إلى الجزائر خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتمكننا من تأكيد ذلك خلال تحقيقاتنا. وبقى هذا الوفدان العسكري رفيع المستوى في وهران غربي البلاد، حيث قام بتفتيش دقيق لقاعدة مرسى الكبير البحرية بولاية وهران. وبحسب مصادرنا فقد ركزت زيارة الوفدين الروسيين على إمكانية إقامة قاعدة دائمة للقوات البحرية الروسية على مستوى المنشآت العسكرية والبحرية الموجودة في ميناء مرسى الكبير في الوقت الحالي. كما يظل هذا المشروع موضوعا محظورا مع ختم السرية، وقلة قليلة من المصادر العسكرية تتكلم دون إحراج عن هذه القضية الحساسة جدا. ولسبب وجيه فإن المحادثات بين الجزائر وروسيا حول هذا الوجود العسكري الروسي المحتمل في وهران تثير التكهنات وتغذي مخاوف العديد من دول البحر الأبيض المتوسط. وجيران الجزائر الذين ينظرون إلى تمركز القوات العسكرية لبلاد فلاديمير بوتين على الأرض الجزائرية، وعلاوة على ذلك فإن تحقيق هذا المشروع سوف يفسر بلا شك من خلال شكل من أشكال الحماية، ناهيك عن الحماية التي توفرها روسيا للنظام الجزائري، كما تسعى روسيا إلى توسيع نفوذها في البحر الأبيض المتوسط لمواجهة أهداف الهيمنة التركية أو تحسين قوتها الضاربة في مواجهة القوى المفرطة للأمريكيين. ويمكن أن تشكل الجزائر دعما استراتيجيا لبوتين في قلب البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. ومع ذلك فإن بعض المصادر الأمنية الجزائرية تضفي النسبية على نطاق السيارات السرية لهذه الوفود الروسية، وتشير إلى أن الأمر يتعلق أكثر بتعزيز التعاون العسكري بين البلدين، لكن هذه المصادر لا تنكر إمكانية وصول روسيا بشكل دائما قريبا للقاعدة البحرية لمرسى الكبير. ويؤكد أحد مصادره أن سؤالا مفاده أن الغواصات الروسية يمكنها الوقوف ثم استئناف العمليات على مستوى المنشآت العسكرية الجزائرية. في مقابل هذا الوصول البحري الاستراتيجي، يمكن للجزائر الاستفادة من المعدات الجديدة لصيانة 6 غواصات نشطة في الوقت الحالي. ولا يبدو أنه تم تحديد أي شيء رسمي حتى الآن بين البلدين، لكن من الواضح أن روسيا تستغل الضعف الحالي للنظام الجزائري لتحقيق اختراق استراتيجي في قلب شمال إفريقيا، لطالما عبر النظام الجزائري عن الحاجة إلى الشعور بالحماية من قبل قوة عالمية عظمى في ضوء تعقيد الوضع السياسي الحالي في البلاد، والذي لا يزال يكافح من أجل تصحيحه والسيطرة عليه.